مواقف سياسية عدة أطلقها المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل في كلمة ألقاها خلال احتفال تأبيني أقامته حركة أمل وآل كلاس وأهالي بلدة السرفند لمناسبة مرور 3 أيام على وفاة أحد كوادر الحركة المؤسسين يوسف كلاس ومرور أسبوع على وفاة شقيقه أحمد كلاس في النادي الحسيني للبلدة. الاحتفال التأبيني حضره رئيس المكتب السياسي لحركة أمل جميل حايك وقياديون في الحركة وفي كشافة الرسالة الإسلامية ونواب وفعاليات. وتوقف النائب خليل عند اجتماع قوى سياسية فقط على قاعدة إسقاط المرشح سليمان فرنجية. استمعنا جميعا إلى مواقف القيادات الأساسية في الفريق الآخر إذا صح التعبير، يتحدثون بتشكيك عن بعضهم البعض. لم يطرح واحد منهم مشروعا للشخص الذي يحاولون الاتفاق عليه، لم يطرحوا أي مشروع لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا مشروع تفاهم حقيقي فيما بينهم لإنقاذ المرحلة المقبلة، بل على العكس كل ما سمعناه هو أنهم يحاولون الاتفاق بشكل مرحلي من أجل إسقاط ترشيح الوزير سليمان فرنجي للرئاسة. هذا المنطق من النكد السياسي لا يبني وطناً. هذا المنطق الذي تتجمع فيه إرادات فقط من أجل التعطيل، وهي تعرف تماماً أنها لا تملك الرؤية الموحدة أو الموقف الموحد حتى. هذا أمر لا يمكن أن يوصل بلدنا إلى بر الأمان. ودعا النائب خليل الكتل النيابية إلى تحمل مسؤولياتها في معالجة قضية تأمين معاشات الموظفين العسكريين والمتقاعدين. بالأمس مجلس الوزراء اتخذ قرارا بمشروع قانون لفتح اعتماد إضافي من أجل تغطية نفقات تأمين المعاشات والرواتب. الآن سمعنا من البعض أو بدأنا نسمع تذكير بأن المجلس النيابي من غير المسموح أن يجتمع تحت منطق لا يمت إلى الدستور والقوانين المرعية بصلة. اليوم مسؤولية الناس تسيير عجلة الدولة والمؤسسات هذا واجب أخلاقي ووطني ودستوري على الجميع، ومن غير المسموح أن يتحول البعض فقط إلى أداة للتعطيل. هذا واختتم الاحتفال التأبيني بمجلس عزاء حسيني للشيخ حسن خليفة.